إذن الآن سنتعرف على عدد الرؤوس، عدد الحروف، عدد الوجوه لمجموعة من المجسمات الهندسية وهي المكعب، متوازي المستطيلات والهرم. إذن الآن سنقوم بملء هذا الجدول. إذن قلنا عدد رؤوس المكعب 8، عدد حروفه 12، عدد الوجوه 6. شكل الوجوه دائما يكون على شكل مربع. بالنسبة لمتوازي المستطيلات قلنا عدد الرؤوس 8، عدد الحروف أيضا 12، عدد الوجوه 6. وشكل الوجوه يكون دائما إما على شكل مربع وإما على شكل مستطيل. بالنسبة للهرم فعدد الرؤوس 5، عدد الحروف 8، عدد الوجوه 5. شكل الوجه يكون إما على شكل مثلث، إذن شكل الوجوه يكون إما على شكل مثلث وإما على شكل مربع. جيد، الآن سنمر إلى التمرين الثاني. ألاحظ نشر الأسطوانة وأحيط بخط كل وجه لها. إذن عندما قمنا بنشر الأسطوانة حصلنا على قاعدتان وهما على شكل دائرة ثم مستطيل. إذن سنقوم بإحاطة سنحيط بخط كل وجه. إذن لديها شكلان أو وجهان، لدينا الدائرة والمستطيل. إذن هذه الأسطوانة على شكل دائرة، ثم الصفيحة التي قمنا بفتحها فهي على شكل مستطيل. جيد، وهنا في الأخير لدينا مجموعة من المعلومات حول الأسطوانة، متوازي المستطيلات، المكعب والهرم. أتمنى أن تقوموا بمراجعتها، وإلى اللقاء في حصة قادمة بإذن الله.